كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن الفوائد أنه كان من المتعين على قريش أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل حول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة من التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم ويفتخرون بها. الأمر الثاني أن هذا النبي منهم، كما أرسلنا فيكم، يعني نبي تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أوصافه وتعرفون أخلاقه. ولذلك لما أتى صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة العظيمة، كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، قال جعلهم أبر الناس قلوبا وأزكاهم أفعالا بهذه الرسالة. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم بعد مجيء هذه الرسالة، ويقول ذم الله عز وجل من لم يؤمن به، كما قال عز وجل، لأنهم لم يشكروا هذه النعمة بل بدلوها بالكفر. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس النعمة هنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تؤمن قريش به فذموا هنا. ولا شك أن وجود هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبقاء رسالته صلوات ربي وسلامه عليه حتى في عصرنا هذا من أعظم النعم، لأنه لو لم يأتي رسول لهذه الأمة، لو لم يأتي رسول لهذه الأمة هنا، ماذا ستفعل هذه الأمة؟ كل سيفعل ما يروق له، والناس لا ينضبطون إلا بشريعة. ومن ثم فرسالته صلى الله عليه وآله وسلم خير، بل إنه كما قال بعض العلماء من النعم الكبرى على قريش أنه جعل آخر رسول منهم، وجعل آخر قبلة يتوجه إليها هي قبلتهم وهي الكعبة.